وكشف رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأربابية العمل نيت عبد العزيز أنه تم برمجة لقاء مع الوزير الأول يوم السبت المقبل لطرح الوضعية التي تعيشها المؤسسات الاقتصادية جراء كورونا وللتباحث حول سبل إنقاذها من الإفلاس. من اجتماع نهار السبت مع الوزير الأول les partenaires sociaux. Nous avons noté avec ces policiers de faire le point de situation sur la catastrophe que nous vivons actuellement dans le domaine de l'épidémie sanitaire.